الرحمن الرحيم. أنا اسمي الدكتور ياسين سليمان بهجت، أستاذ أنبوبزون وحمضة. الخدمة الطبية حاجة بسيطة جدا وفيري سيمبل. إن أنت عندك مريض بيتعامل مع أطباء وجهة معاونة ليه داخل منشأة طبية. أنا مش هخش في كلام كتير، ممكن أنتوا تخشوا على النت هتلاقوا كتب عن هذا الموضوع، لكن أنا عايز فيري سيمبل. إحنا عندنا مريض جاي نعالجه داخل مؤسسة أو مستشفى أو whatever، يبقى لازم المريض دوت من الأول أنا بديله بعض اللوائح والقوانين اللي بتنظم دخوله وخروج المستشفى أو تلقيه للخدمة ديت، ولازم القوانين ديت تبقى أبليكابل للمجتمع بتاعي. يعني كتير قوي تخش مستشفيات يكتب لك واجبات المريض، الحصول كلام انشا، انا مش عايز الانشا. الانشا ده يعني موجود في الكتب، وموجود في كتب الجوده، وموجود في كتب الكواليتي اشورنس، في حاجات كتير. لكن احنا لازم نحط له لوائح وقوانين تسمح له بالحركه وان يتلقى الخدمه ديت بدون عمل. لو دخلنا في القوانين ديت، قوانين كتير يعني ومختلفه. يعني انا كنت في هونج كونج مثلا، المريض يخش على اي حته فيها نت في الشارع في بيته، يكتب اسمه وياخد ميعاد مع الدكتور بتاعه يوم الخميس الساعه 12 مش عارف ايه كذا، يروح الدكتور، المريض يروح يلاقي الدكتور مستنيه، ياخد الخدمه بتاعته ويروح. في نفس الوقت حاطط له قوانين، لو ما جاش المريض في خلال نص ساعه الكمبيوتر سيستم يلغيه لمده 6 شهور، ما ينزلش في اي حجز للمستشفى. موضوع المريض ده هنسيبه على جنب شويه، لكن الموضوع اللي يهمنا هو العمل البشري اللي كلنا بنتكلم عنه. لو احنا هنجيب خدمه طبيه بناء على منشاه مبنيه على احدث مستوى بدون هذا العامل، يبقى احنا بنتكلم في واحد. حضراتكم لو رحتوا مستشفى زي مستشفى الأباري هنا، دكتور بلال راح واغلب الزملاء راحوها، مستشفى مبنيه على اعلى مستوى، جناح عمليات انت ما بتشوفش اخر الجناح. في بعض الاحيان بقول لهم هاتوا لنا عربيه تتنقل بيها جوه المستشفى، ريسبشن نجف وحاجات فخمه، اوض كلها بورسلين وي وي وي، مناظير ما فيش بعد كده. المستشفى حاليا لسه مركبين احدث جهاز للريديو ثيرابي لينير اكسلريتور، مش موجود عندنا. لو رحتوا شارع المدينه هتلاقوا مستشفى ابداع في الكاردياك سيرجري، وبيعملوا حالات ضخمه، وعندهم دكتورات البوزيترون ايميشن توموجرافي اللي برضه احنا مش عندنا. لكن كل المستشفيات ديت انا في تصوري غير ناجحه، وانا بشتغل فيها وبروح وبشوف المريض، لان ما عندهمش البني ادم، ما عندهمش العمل البشري بتاعنا. احنا عندنا العمل البشري، لكن للاسف ما شغلناهوش ولا استفدنا منه. العمل البشري يبدا من اول الطبيب الصغير الامتياز وقلنا مشاكله، لغايه النايب وده المين، لغايه عضو هيئه التدريس اللي هو اصلا هيؤدي الخدمه وهيدرب وي وي وي، لغايه بقى كل الناس اللي جنبه من عمر الدين عمال صيادله، عامل فني، عامل نظافه، عامل اسانسير، كل ده عامل بشري. اي خلل في المنطقه ديت هينتج عنها خلل في الخدمه الطبيه. بدرجات، يعني بيحصل خلل في الاطباء مش زي خلل في العامل، لكن اي واحد فيهم مطلوب عشان تقدم خدمه طبيه جيده. للاسف الشديد وزاره الصحه اهتمت كتير قوي بالمباني. فترة من فترات في عهد أحد الوزراء كان ياخد أراضي وبعدين يروح جايب رامي لكح ويروح يقول له خد الأرض اديني مستشفى تسليم، حاجة اسمها تسليم مفتاح، يروح مديله مستشفى على أعلى مستوى زي مستشفى الأباري، شارع المدينة، الأقصر، مركز مش عارف إيه اللي معروف في وسط الصحراء جراحات اليوم الواحد. هتلاقوا كده مثلا حوالي 10-15 مركز في جمهورية مصر العربية لا تعمل ولا يستفاد بها الاستفاده الكافيه لعدم وجود العامل البشري. فالعامل البشري ده احنا لازم هنهتم بيه
بكل ما نملك. العامل البشري زي ما قلنا امتياز ودولة مفروض بياخدوا تدريب، مش هما الاساس، الاطباء المقيمين عليهم مشاكل كثيره، هو محتاج يتدرب، محتاج حد يقف معاه، محتاج حد يقول له الجوب ديسكريبشن بتاعتك ايه، هتعمل ايه، 1 2 3 4 اقدر احاسبه، عمل 1 و2 وما عملتش 4 اقول له انت غلطان ما عملتش 4. الكلام اللي اتقال على الروتيشن ومشاكل الروتيشن، انك تديله سام هيومانيتي، لما يجي ما لاقيش نفسه، مش لاقي حته، سكن كله فرام وصراصير، مش لاقي ياكل، كافتيريا بتبيع له وجبات بسعر غالي، لازم تديله مجال يسمح له ان هو يؤدي العمل كويس. انا هتبنى لو ربنا اراد ان انا النايب ده لازم اغسل مخه شويه، لازم اول ما يجي كده وفي خلال نيابته وتفر او سنه تاني سنه تالت سنه ابعته حته نظيفه يتدرب فيها، مش عشان يتدرب، عشان يشوف السيستم ماشي ازاي، الناس دي بتتعامل ازاي، العيان اللي جاي ده بيتعامل معاه ازاي، ازاي بيعالج، ازاي بيعمل عمليه، ازاي بيتابع، ازاي بيخرج وبيدخل، ازاي الميديكال ريكورد عنده بتشتغل. لازم انا اوديه واصرف عليه، لان انا بستثمر فلوسي بهذا الشخص، الشخص ده هيرجع فكر تاني، شكل تاني، دقه، التزام، امل ان هو في يوم من الايام هيبقى زي الدكتور الموجود في الدوله اللي انا وديتها. عضو هيئة التدريس شيء أساسي، كلام نظري كتير مش عايزينه، عضو هيئة التدريس لابد إن أنا أهتم بيه، لأن هو اللي في الآخر اللي هيدرب وهيعلم وهيعمل عمليات وكل شيء. عضو هيئة التدريس في المستشفيات الجامعية عضو أساسي ومهم، ما نقدرش نغفله، ما نقدرش نقول له غصب عنك هتيجي، مش هيجي. ما يقدرش اقول له انت بكره عندك لسته لازم تجيها من الصبح وعنده شغل خاص، مش حقيقي. عضو هيئه التدريس لازم اهتم بالكادر بتاعه بصوره او باخرى، لازم اهتم بصحته. بزعل جدا لما يجي لك زميل او طبيب في عيادتك وتكتشف انك انت كل شيء بيتحمله، حتى لو انت شلت له كشف بيتحمل العلاج بتاعه ما بين علاج وعمليه وي وي وي. بينما واحد تاني بيجي لك من البنك الفلاني ورقه صغيره زي كده تعمل له كل شيء، ما بيدفعش هو واسرته ولا مليم. ازاي انا طبيب زميلي او دكتور في هذه المؤسسه بيعالج وهو مش عارف يعالج نفسه، هو مش عارف يعالج اسرته حتى؟ مش كل الناس عندها المقدره الماليه انها تقدر تخش مستشفى خاصه وتدفع. لازم احنا نشوف تأمين عضو هيئة التدريس بصورة أو بأخرى، شركات أو غير شركات، بتدعيم من الكلية أو الجامعة، لازم هنشوف له طريقة إن احنا لازم نأمن له صحته. عندي عضو هيئة التدريس 1200 صف أو زي ما اتقال في هذه المؤسسة، دول مش يعملوا مستشفيات جامعية، يعني أنا ما زلت أتذكر القسم اللي أنا كنت بتدرب فيه 6 أفراد. إزاي 6 أفراد دول بيشتغلوا؟ ليل ونهار بيشتغلوا وبيأدوا خدمة طبية على أعلى مستوى وبيدربوا وبيدرسوا وبيعملوا ريسيرش. أنا في مرة كده في رمضان حبيت مثلا، أنتوا عارفين رمضان لازم النواحي الخيرية بتزيد، اكتشفت إن في قسم صغير زي قسمنا في ما لا يقل عن 100 وشوية بيرسونيل، من ضمنهم مثلا حاجه و40 ستاف ويا معاونه لي، بينما انا عندي 40 سرير. لازم استفيد من عضو هيئه التدريس اقصى استفاده ممكنه. لما نيجي نقول اقصى استفاده ممكنه، طب انا هستفيد منه وما ادلوش؟ فاحنا بنتكلم في واحد. لازم عضو هيئه التدريس دوت لو هيجي يشتغل وحافظ عليه الشغل، والدكتور بلال ربنا يجازيه خير عننا كان اقترح فتره من فترات ان انا اقترح على عضو هيئه التدريس وينط انك تجي لي 3 ايام فول بورد فول ديوتيز عندي من 8 ل 2، تعلم تعمل عمليات وي 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 وتعمل ريسيرش
وكافئك عن كده وادي لك الجانب المادي. ما نقدرش نغفل الجانب المادي، ما احنا كلها يوما بين، كلنا عندنا التزامات، واللي عنده مدارس واللي عنده كليات واللي عنده كذا وكذا، ما نقدرش نغفل الجانب المادي. ومحدش يقول ان المرتبات اللي بناخدها بالجوده او غير الجوده هي ديت اللي بتكفر الاكسبنس بتاع الواحد. لازم ان احنا من خلال العمل بتاعه هنجد انكم، هنجد ايراد، هذا الايراد يعود عليه ليتر اون. انا فدت المريض، فدت الدكتور، فدت المؤسسه اللي انا بشتغل فيها، فدت الطالب اللي جاي يتعلم، فدت اللي جاي يعمل دراسات عليا، ابتديت اعمل ريسيرش. منظومه كامله ما ينفعش ان انت تقطعها. مؤتمرات، تكتشف ان انت المؤتمرات تيجي تقدم على مؤتمر يقول لك لا ده انت ما فيش الا واحد من كل قسم وكلام كتير انتوا كلكم عارفينه. طبعا كلام ملوش معنى. انا كنت في مستشفيات خاصه في السعوديه، كان صاحب المستشفى عنده المحضره اللي بيقول لك اقفل العياده واطلع على المؤتمر على حسابي، ويديك كمان مكافاه انك رحت قلت مقاله باسم المستشفى بتاعته. الراجل اللي عنده اللي عيادته وكل ايراداته من العياده بتاعتك بيعمل هذا المجال. قلت له بلال هو موجود قدامنا؟ قال لي ايه، مستشفى خاصه بتبعت اطباء من عندهم لدول اجنبيه يتدربوا وياخدوا شهادات ويرجعوا يطبقوا اللي هم خدوه. المستشفى اللي بتعمل كده دي الراجل مش عايز يضيع فلوسه، لا بيدفع وبيقفل العياده، ومع ذلك ايه اللي خده؟ خد واحد راجع له على اعلى مستوى من التدريب، بيجيب له ايراد، وفي نفس الوقت ما احتاجش بقى ولا يجيب اجنبي ولا غير اجنبي. الاجانب، احنا كتير قوي بيجي لنا من الزملاء او سواء مصريين او الاجانب، وده شيء مهم جدا. انت بينقل لك كل ما وصل ليه على اعلى مستوى، بينقلوا لك عندك في بيتك. بعض الاقسام، واحنا من الاقسام الرائده في ذلك، دكتور بلال يمكن اول واحد دخل كوكلر امبلانس سنه 83، يمكن ما كانش حد يسمع كوكلر امبلانس في الشرق الاوسط. احنا دلوقتي ليه بنتاخر؟ ليه احنا دلوقتي لما تيجي تتعالج تفاجئ ان واحد راح السعوديه بيتعالج، رايح دبي بيتعالج؟ احنا في وقت من فترات كان جميع العرب بلا استثناء بيتعالجوا في مصر. احنا العكس، لان ما اهتمناش بالعمل البشري ده، الاهتمام الكافي. مش مشكله انك تجيب واحد اجنبي بتخليه يشوف شويه حالات بيت، بتخليه يعمل شويه عمليات بيت، بتغطي كل الكوست اللي هو عمله، بيديك محاضرات وبتعمل بيه كورس وبتعمل بيه كل شيء. ايه المشكلة؟ موضوع من اسهل ما يمكن، واحنا من اقسام واقسام حضراتكم اكيد اقسام كتيرة بتعمل هذا المفهوم. التمريض، احنا كل شوية نتكلم عن التمريض ومشاكل التمريض والتمريض ناقص. فعلا التمريض عندنا ناقص، احنا لسه بالكامل بتتلغى لان مفيش ممرضة. السنة اللي فاتت في مجلس الكلية دكتور محمود يتذكر ان احد الاساتذه في قسم النيوروسيرجري قال لك انا ما عنديش ممرضه والعمليات واقفه، وكان بيقترح ان احنا ناخد طبيب الامتياز ندخله بدل الممرضه. هيعمل ايه؟ تصور ان انت بتلغي لسه وكل الناس اللي جايه تشتغل باللي متحضر له بالدم بي عشان ممرضه مش موجوده. لا، احنا لازم نسعى ان احنا نزود عدد الممرضات، ندربهم، واهم من كل ده وده العامل الاساسي، ان لازم يبقى في فاينانشال سبورت. انت بتجيب ممرضه بعد سنه تلاقيها سابتك ومشيت، راح تشتغل في مستشفى جنبنا هنا، انت هنا بتديها 500 جنيه، هناك بتاخد 2000 جنيه. نجيب سويد السماحات بيحل مشكله التمريض، راجل مخ مش نظري، جاب ناس معاه مؤهلات عليا تربيه اداب وات ايفر، دخلهم معهد عنده لمده سنه ويديهم شهاده. واي نوت؟ انا واحد من الناس بيرسونالي لما فقدت في العمل الخاص بتاعي ان انا اجيب ممرضه تفضل ملتزمه معايا، جبت واحده عندها تربيه ليسانس اداب، واحده ثانيه معاها بكالوريوس، ودربتهم
وقت حتى ان اللي وصلوا له يكون اقل من اللي موجود هنا، اللي بياكل احسن، وهم سعداء جدا ونفسهم ياخدوا شهادات عشان يشتغلوا في المجال ده. انا يمكن اشتغلت في مدرسه التمريض، درست في مدرسه التمريض سنوات، ودرست في كليه التمريض سنوات طويله، وحاسس بالتمريض. التمريض ده يا جماعه شيء اساسي ومطلوب. لما نيجي نشوف المستشفيات الجامعيه، المستشفى الجامعي مش مجرد مريض بس انا بعالجه، لا، المستشفى الجامعي دي مجال بتدرب فيه، بقت فيه خدمه تعليميه، طلاب بتوعي الدراسات العليا وي وبيتعلموا فين؟ وهيتعلموا في المستشفى دي. وفي نفس الوقت انا بدي خدمه لكل المجتمع. يعني في حاجات لا يمكن حد هيأديها غير المستشفيات الجامعيه. ايه الواقع بقى؟ خلينا نكون واقعيين مع نفسنا. ايه اللي حصل ان المستشفى الجامعي، وانا هتكلم عن النيل يمكن الشاطبي ونريمان الزملاء خدتوها، لكن انا في الميري بقى اكتر من 30 سنه. ايه اللي حصل في المستشفيات الجامعيه؟ ايه اللي حصل في الميري؟